غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وضعيش إذا كنت حان بقى فيسبوك هي تشانل يوتيوب واتحانيه سؤالها فيسبوك وانا حلقة دي اللحظانات وانكو سوق قادم دونه يدان السؤال دورة سألك واذ حوله دارك قسالة دار لغو دقايو هذا كتير توم مرة نجاسة له ما ظاهر سمايسا بس نركي يهدم وين نجاسة نيسا بس راسي وحي كحر انتهي حد كبية إقسارة نركي أسمري نيسا هذا بيه نجاسة دي كقال من نقضة مركا قدام بايسانا يقول مذهب كودي يحب يسكب الدارين كل ما أنا يا لقيتان كودن بيا أيهين طاهر بيوذن قنيان طاهر بين قنيان لركي كين جاستها يكوي كلام هدي بيا كحوق بدن اللي وشبه قصار ذهون أنت أنا قلنا سيدا سويو بيا الكسي دايان أما اللي وشبه ويدا قان كوا كرا اللي وشبه كوا كرا يكشبان إلى مركز مسابون تكرد ميان ويبيع عادي ونظيف أي النقضان سيدا صديقي تهي نركه طاهر سمايا كيني تشاستها كوة كرن مني تشاستو بيان وبالله توفيق سيلك اللي بعد حولي هاي دانا نسلها ما هين الدوغة دانا لك قرح أنه هنا عن درس لنا ناقي درس كالله هين دانا لك يدبكي إنو نقصه في دو عن كبقنو إلهي مبري كرأي نو قبوشيه دقال كاسو دادكا كرا قبوشيه جوابت وها دقال كشرعي وحو مشروع يهي مركي دادكو دقال جهاد أي كتيران ودين لغو كريه ليو ديان دادكان دقال إذن كده حينين دينيد أما عدكا بقايسا لبكو إذن كإنو إذن سو قارو إنه لو بريانو كقاداي دنبي ما رير مكة مكة أبارتو كل عدي الدعاء دي النبي الله أقبل صلى الله عليه وسلم ويقول له يقول كالمه بسبع كسبع يوسف تتبصنو أباره أو تتبدي أبارته هذا النبي يوسف وكالتا مكة يددك يقول قالا هاي باب أنا باهيدا بضان تمت وكناوي الله سوحرران يرى هذين مشوى لقو باباي إلهي نو بري إلهي بأبري وكأقبال إله وكقاد بجري مركي عنا قبطين تدقالي أثمامة من أثال ويامامية لكن رياض ليرادية تشوغو لبارادها هل كان لغسو أذيغان جري عنتذيو وكما منوعي نبي قوى أوفصحي صلى الله عليه وسلم أوفصح بجري مركو شرد كحري إنه محمد صوفصح مركا إنا تراهدو إله داتك كقبوشي أما أذيغا با إله شرك ذن لغل ليحي آترا هداي أصلاها ويبنان تهي وحاون لغاها الله وانين كحربيغا هنا هدي قلبي سال الله صعود ما يو رجا لغا قبينو إسلامو أما خير كايا وناقا لو سامين ايو وحكا بدلو و سامين كويا لشو يلتدا حولا إن لوغو دارا بنان قف حرو الله قد رأينا وقف سوحة السكرة اللي نولينا يوهي وبالله توفيق سألك سيد حد حولي هاي المها ذن دالين يلا قادنا يلا شيغانا يو محي دينتو كقبتا دينتو مدو يوغوش هاي المها ذن دالين اد قاداتو اد كوريسو اد دقاليسو اد وحبرتو اد وحترتو اللو قليه لكن هذا نصب كيسة شيغاتو وضاب تركاقية مقعا قسيسو وسيدي الماء دا الشيء حقوق دي او ياشو مبنانا حتى قيب كميدو مقعا لغو قرية ضرورة كانتو قدر كان ضرورة ذا اللي قريهي لكن تحادر يددال بالا اسكربا
inaanay xuquuqdii kale ku lumin oo aanay ka dhalanin maxrabnimadii oana ka dhalanin dhaxalkii iyo wixii la midka ahaa inaad ka taxadirtaa waajib kugu ah oo arrintaa la ogaado. Hadday qadar ka mid a daruuro kalifta, qadarka daruuraday xaaraanteedu banaananaysaa. Wabillaahi tawfiiq. Sayrka afraad wuxuu leeyahay ninku xaaskiisii uu furay iyadoo weli ciddadii ku jirta hadduu yidhahda rajactu waan soo ceshaday, gabadhiina ay diidan tahay oo ima soo ceshan kartid ay leedahay, isagana markhaatiyaal keensado, muxuu xukunku noqonayaa? Masalada talaaqa iyo soo ceshigu gabadha kama go-do iyo xaaska kama go-do. Markii uu furayay ee waan ku furay lahaa iyadoon raalli ka ah inuu furitaan rabin bay dalaaqdu dhacaysaa, sababtoo wax iyada mas-uuliyadeedii iyo maamulideedu ay saaran tahay oo leedahay ma ahayn. Rajactuna waxay farac ka tahay waan ku furaydi. Inuu rajactu yidhaahdana uma baahna iyadu inay raalli ka tahay ama ay ogoshahay. Rajactu nikaax cusub ma aha. Rajactu waa dalqadii oo laga noqday waay. Dalqadii haddii uu ridayo iyo haddii uu ka noqonayo, midna gabadha rabitaankeedii iyo diidadeedu saameyn kuma laha xukum. Haddii ay iskhilaafsan yihiin oo inaan reernimadaa rabin ama dood ka qabto ama wax tabanayso, isagoon waan ku furayba dhihin, siday u maarayn lahayd ay u xallin lahayd, yaa inay marta laga doonaya say u maarayn lahayd, iyadoo iskhilaafsan yihiin way dhacdaa in la isqabto oo la iskhilaafo. Uun furniinna dhicin ama ninkii diiday inuu furo. Marka khilaafka sharcigu si loo maareeyo u sameeyey, hadduu iyaga gacmahooda ka bato, fabacuu xakama min ahlihi waxkama min ahliha wey. Hadduu halkaa dhaafo maxkamad weeye, maxkamaduna ama midkood bay gardarada saari, gabadha haddii laga gardaran yahayna fasaq iyo axkaam bay leedahay la maro. Halkan marka haddaba gabadhu rajactuda diidadeedu wax saameyn ama laha. Sida waan ku furay ay diidan tahay aynan saameyn u lahayn. Wixii intaa ka badan xaalad qoysa iyadoon dalaaq dhicin si loo maarayn lahaa ama dhibka loo xallin lahaa baa u furan dariiqeedii loo mari lahaaye sharcigu jideeyey inay u maraan. Wabillaahi tawfiiq. Sa'aalka shanaad wuxuu leeyahay, iyadoo salaadii lagu jiro, jamaacadii la aqimay amaba la galay salaad subax oo kaleeto oo gurigaagu masaajidka ku dhagan yahay, labadii ragcadood ee sunnada ama iska tukan karaa intaan soo tukado kadibna jamaacada ma soo aadi karaa, maadaama aan ogahay inaan kasoo gaadhayo dhowaanshaha ii dhowdahay darteed. Salaadii duhurnimo ha noqoto ama duhur ha noqoto ama subax ha noqoto maqrib cisha ha noqote, salaada sunnadii ka horreysay weleedeetan subaxa aada mu-akadu ah, sida caadigaana akhriskaa la yar dheereeya. Qofka guriga ku dhagan ama kaba soo horjeeda masaajidka ee safka ka soo gaari kara ama jamaacadiiba soo gaari kara ma la ogol yahay. Asalku waa amarka nabiga inaad qaadato calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi salaada haddii loo aqimo falaa salaata ila alatii uqiimat laha, salaadii loo aqimay salaada aan ahayn laba okala in la tukado. Tula bilaabaya lama ogola, ma ansaxaysaa mise ma ansaxaysa waa masale kale, laakiin sida saxdiihi inaadan salaad bilaabin wey. Tii lagu sii jiray haddaad kasoo gaari karto waa dhammayn kartaayo, dee waxaad gadaal ka bilowday maaha. Cumuum aayad kale ay geli oo axmaashiina ha burininadii bay geli. Laakiin haddii aadan weli salaad gelin, xadiidkaa wuxuuna barayaa nabigu sal alla wasalam, salaad haddii loo aqimo farad ah aadna ahlulfaradkii aad ka mid tahay tukanayay inaadan sunno gelin, laba sunnada dib baad ka qadlayn kartaa. Hadday dhacdo qofku inuu galo, dee salaada sunnada way ansaxaysaa, wixii uu ku khaldamayna dee waa khaladkiisoo istikfaar ilaahi inuu weydiisto u baahanayaa. Wabillaahi tawfiiq.
سائلك لحد حولي هاي حلقة دينا نقود دم بيسا قف دي من مسكحهان وان حولي يسمى سول كاهي ما كده إنسان كرا سواشا جوابتي دوام مايا أغونك المها يركع قفكي وايالة أما قفكا وعلا حولي يسوا حاضوها إسا إسا قمس الحديث إن الدين كقالة تمس الحديثية دانتيسي معها كمنا معها سياس درتاد حولات داد كالالية هاي وقعانت هذا أمانة وقوشرة وحان إذن كودة أهين أما إياغا مسؤولية دادو هايسي مصلحة دودة آنا هين لما أقلا حولا مساجي دي أوقاف با كميدا حولا وحا كميدا أو أغاني المير يليهين حولا قفوانا ليه هاي با كميدا أصل كوكوما بنانا إن هذا مديمتو أما كو تكرفة شو وبالله التوفيق إنتاز نحن كسو قبا قبيني إن حلقة ديني لحذانات السلسلة دينا التحانها سؤالها فيسبوك إذن حلقة دي حكتي سوي من دون كوهي الحذانات سيدينا بنقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد يا شبل الإيمان فرد واصدح بالقرآن فرد يا شبل الإيمان فرد واصدح بالقرآن.